انا جعان يا سوسن. قف شويه يا سعدون، بقينا جبت البوتاجاز فاضيه. يعني ايه مش هتحشى؟ اتصرفي وانتهي الزفت اللي اسمه صابر يجي يغيرها. حصل، وبعته يجيب المليانه من فوق السطوح. الكلام ده كان لازم يحصل من بدري، انا ما تعودتش على كده وانت عارفه ده كويس. انا ابوع يعني اكل. سلامه انت يا واد يا سلامه. ولد يا سلامه؟ بتقول اخوك الكبير يا ولد؟ بتقول لي يا ولد انا المثقف المبكر الكبير بتاعكم؟ انت فاهم ايه؟ قاعد في طابونه؟ قاعد عند علاف؟ نزل ليلك. مؤاخذة يا باشمهندس سلامة، الجوع كافر. جوع كافر؟ وانت بتشبع؟ الناس كلها تاكل تتخن، انت تاكل تطول، معرفش ايه السبب. أول مرة وآخر مرة هسمح لك تندهلي من غير لقب، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم، معلش، أنا لساني كده متعود يحدف زلط وطوب ورملة وأسمنت مسلح. إنما لعلمك أنا كل العمال بتوعي أول ما يشوفوني يقولوا لي يا باشمهندس سعدون. هناك فرق. إيه هو؟ أنا باشمهندس زراعي، بيقولوا لي يا باشمهندس يا زراعي. انما انت بتاع مقاولات زلط وطوب، يا اللي بتخر زلط يا اللي بتخر دود. انا بخر دود؟ ايوه كده. طيب عليكم فين العيش يا جماعه من هنا؟ الغرابه ان جوزي ده ما بيصبرش ابدا، يجوع من هنا ضعرته تجيب لاخر الشارع من هنا. ما دام بيعمل الاكل يبقى ما ياكلش ليه؟ ليه؟ هو جوزك ما بيعملش؟ الله تتنهدي ليه؟ مع انه مهندس زراعة وبيفهم في الغزل. للبهايم اللي في المزرعة بس يا حبيبتي. غريبة، مع انه بياكل كويس بس صحته مش مساعداه، ومهما اتغذى ما بيأثرش فيه. عرفت بقى انتوا قاعدين معانا ليه؟ ليه؟ عشان الأكل يا بتاع الزلط يا بتاع الدود. شايف أنا؟ عادل عبد الواحد وقع يزنق دراعه. الأنبوبة إيه يا هواية؟ غيره. نغيره. بتدور على إيه؟ على المفتاح يا مؤاخذة عشان أفك وأركب. المفتاح أهو، اتفضل بطل غيره.